والابن والروح القدس اله واحد امين. انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. احنا بقالنا فتره ماسكين انجيل الراعي، مش عارف اخلصه بصراحه. يعني عجبني الايه دي، انا هو الراعي الصالح. ما كانش ربنا يقصد راعي صالح يعني خير طيب حلو، لا، كان يقصد راعي حسن، راعي جميل قوي، هيعمل عمل ويفعل افعال ما حدش يصدقها. ايه بقى؟ راح مزودها مره تانية، انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه. يبقى العمل اللي يعمله هيبذل نفسه عن الخراف. وبعديها بايتين يقول ايه؟ واضع نفسي عن خرافي. نتكلم بس عن النقطتين دول. راعي جميل قوي، هيعمل اعمال حلوه خالص محدش يعرف يعملها، هيبذل نفسه ويضع نفسه عن خرافه. يبذل نفسه يعني عايز يقول انا هصلب ذاتي بارادتي، وهسكب دمي بارادتي عشان كل اللي يشرب يحيا. فانا هعمل عمل جميل قوي، هبذل نفسي عن الخراف. اضع نفسي اطاع حتى الصليب، وخضع لمشيئة الآب. وضع نفسه بدل ما هو إله خد شكل إنسان، فوضع نفسه في صورة، صورة عبد. مين فينا يعمل كده؟ فالراعي الصالح الجميل ده بيبذل نفسه عننا ويضع نفسه عننا، وبيقول لنا ما تخافوش. أنا هو يعني أنا يهوى، أنا الكائن، أنا الإله. كأنه بيعرف نفسه لشعبه، مش قادرين يعرفوه اليهود، فقال لهم بصراحة أنا هو، أنا يهوى، أنتوا خدتوا الرعاية مني خلسة، أو خدتوها مني بالأجر، أو خدتوها مني بالإيجار، لكن طلعتوا بقى رعاة مش قد كده، فمتأسف بقى. أنا بقى جيت راعي حقيقي، راعي صالح، هعمل حاجة جميلة جدا. فهمها داود، وراح قايل المزمور الجميل اللي احنا ماسكينه مع الانجيل ده، مش عايزين نخلصه برضك. الرب راعي فلا يعوزني شيء، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه، عشانه، عشان تجسده، عشان فدائه. حتة جميلة هنتكلم فيها. وأيضا إن سرت في ظل الموت، في وادي ظل الموت، فلا أخاف شرا لأنك أنت معي. ليه مش خايف يا داود؟ أصل الراعي بتاعي جميل قوي، بيحط نفسه باستمرار مكاني وبيبذل نفسه عني، فأنا خايف من إيه بقى إن شاء الله؟ إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك معي، انت ماشي قدامي وانا ماشي وراك. ايه هو وادي ظل الموت؟ يقولوا الاباء اشر حاجة قدام الانسان او في عين الانسان الموت، لكن الاباء يبص للموت كأنه ظل، حاجة كده بتعدي سريعا عشان توصلنا للسماء. فداود فرحان يقول له إن سرت في وادي ظل الموت، يعني لو سرت في الحياة الضلمة دي، لو سرت في الظل ده، في الطريق ده، مش خايف منه. ليه مش خايف منه؟ لأن هو معايا منور لي حياتي. فهمها أشعياء زمان، وكررها زكريا الكاهن بعد ميلاد يوحنا المعمدان، وقال ايه؟
هيجي يشرك في الظلمة للجالسين في الظلمة وظلال الموت. اللي جالسين في ظلال الموت هينور عليهم، جاي ينور، جاي يمشي معانا في الظلمة بتاعتنا دي ويمسك ايدينا. يمسك ايدينا فين؟ في وادي ظل الموت. تعرفين الوادي؟ مين فيكم مشي في وادي قبل كده؟ الوادي ده حتة منخفضة كده وسط جبل شمال وجبل يمين. احنا عندنا في الأنبابولة بقى نتمتع بالوديان دي، نمشي في الوادي حماية، جبل شمال وجبل يمين، ولا حد شايفك، ولا حد يقطع خلوتك، ولا حد يكلمك، ولا حد يعطلك، وعارف الوادي ده هتمشي من أول هنا توصل في الحتة الفلانية. فالوديان عندنا محفوظة، تمشي في الوادي وانت مستريح، سلام، أمان، مش خايف من حاجة. طول ما أنا ماشي في الوادي مظبوط وعارف سكته مش هتوه، وفيش بقى ولا طلوع جبل ولا تسلق جبل، والدنيا هادية وتحس براحة وبحماية. على رأي داود في مزمور تاني يقول جبال عالية كالسور تحيطه، تحيط مدينة الله. وفي الأنبابولة نقول له أنت تمتعت بالوديان دي، جبال عالية كالسور تحيطك بسرور، مش خايف من أي حاجة لأن معاك ملاك النور بيحوط عليك في الوادي ده. فالوادي اللي بيعبر فيه بيقول وادي جميل، في حماية، في سلام، في أمان. فالدنيا دي بنسميها وادي، وادي ظل الموت. والجميل في داود يقول إيه؟ إن أيضا إذا سرت، يعني كأنه ماشي مش واقف، مفيش حاجة هتعطله في المسير بتاعته، طول ما هو عينه على ربنا ماشي ورا ربنا، تحصل أي حاجة ماشي ماشي، حاجة تعطله يقف يمشي تاني، مفيش حاجة ولا تعطله ولا توقفه ولا تمنعه، لأنه ماشي في وادي، في أمان، في سلام، مع راعي بيحبه جدا، يعرف يبذل نفسه ويفدي نفسه. أصل داود زمان اختبر الموضوع ده، ولما جه يفتخر قدام شاول بيقول له عبدك مرة أسد مسك حمل مني رحت جريت وراه خدته من بقه، ومرة تانية ذئب جريت وراه خدته. فعبدك راعي كويس، بيعرف ينجي الحملان بتاعته والخرفان بتاعته، جه ذئب جه أسد بيعرف يجري وراهم ويجيبهم. داود الراعي الجميل ده للأسف مرة كل غنمة من غنماته لما عمل الخطية مع أورية، فكأنه بيقول لربنا طلعت برضك راعي مش صالح، ما طلعتش راعي مظبوط، كلنا قدامك مقصرين. موسى النبي اللي قالوا عنه حليم جدا أكثر من كل الشعب، واستحمل الشعب 40 سنة في البرية واقف ضدهم، جه في مرة وقف قدام ربنا لما الشعب زود العيار وقعدوا يتخانقوا معاه وعايزين يرجموه، راح زعق في ربنا قال له انت سبتلي العيال دي كلها ليه؟ وانا ولدتهم هرضع كل الناس دي، انت سايبني ليه لوحدي؟ خدني ريحني، انا مش عايز الناس دي، مش عايز الرعاية دي. يا خسارة يا موسى، ليه يا موسى؟ ما انت كنت حليم جدا، ليه تقول الكلمة دي؟ ليه تفلفص من الرعاية؟ كأنه برضك عايز يقول ما ينفعش أكون راعي صالح، في واحد تاني ولا يكل ولا يمل ولا يزهق وعنده طولة بال، عمال يعلم وعمال يستحمل وعمال يرشد وعمال يطبطب وعمال يشيل المجروح وعمال يطلع وسط الجبال يحمل ويجري وتنطط وسط الجبال، في واحد تاني راعي صالح. عشان كده جه المسيح بقى قال لنا خلي بالكم كل الرعاة دول يعني فيهم كويسين بس مش قوي، مش هتلاقوا بقى أحسن مني. اللي يحب يمشي ورايا ياخد الأمان والسلام والهدوء والرعاية، أنا راعي أخلص وهفدي. الميزة اللي في الراعي الصالح بتاعنا يعرف يفدي، يضع نفسه
ويبذل نفسه من أجلي. مين فينا واثق في المسيح إن هو يبذل نفسه من أجله مهما حصل له؟ هيحط نفسه مكانه. قلت لكم قبل كده لما قال لنا اذهبوا كحملان وسط ذئاب، ليه؟ عشان أنا اللي ماشي قدامكم، لو جه حد ياكلكم هيكون أنا، فما تخافوش، خليكم أنتوا حملان ورايا زي ما أنتوا وأنا ماشي قدامكم. أي أسد، أي عدو، أي خطر يجي قدامكم أنا اللي هستقبله، أنا اللي هاخده منكم، أنا اللي هدافع عنكم، ما تخافوش من حاجة. ده أنا راعي صالح أبذل نفسي عن الخراف وأضع نفسي عن الخراف. فهمها داود وفرحان بيها، يقول له إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. أنا مش خايف من حاجة أبدا. ليه؟ لا يعوزني شيء. ليه؟ لأنك أنت معي. فهمها عموس النبي زمان وقال لهم انتوا بتقولوا جالسين في الضلمة، طب جاي بقى اللي يمشي في ظلال الموت ده، جه اللي يمشي وتجسد في الحياة بتاعتنا دي وهينور العالم. انا جئت نور للعالم، فهو جاي يخلي الضلمة بتاعتنا نور ويخلي النور بتاعنا بتاع العالم ضلمة. ساعة الصليب لما الصلب راح خلى الشمس تظلم، قال لهم الضلمة بتاعت العالم، النور بتاع العالم هيبقى ضلمة لو مشيتوا بعيد عني، عشان صلبتوني وعايزين تخلصوا مني وعايزين تحجبوا عينيكوا عني. انتوا حجبتوا عينيكوا عني وصلبتوني، النور بتاعكوا بقى ضلمة، لكن لو مشيتوا معايا الضلمة بتاعتكوا تبقى ايه؟ نور. إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الحياة بتاعتنا نسميها ظل الموت ومش خايفين منها. ليه؟ لأن جنة النور الحقيقي والراعي الحقيقي والراعي الصالح الحقيقي مفيش زيه أبدا، يعرف يبذل نفسه عنا ويعرف يضع نفسه عننا. بولس الرسول فهمها وفرح بيها، وجي في مرة قال أنقذت من فم الأسد وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته. بالراحة يا بولس مالك؟ قال لا ما تخافوش، ده أنا ماشي وسط أسود وكل مرة ينقذني من فم الأسد. كم مرة حبوا يأكلوني أكل، كم مرة حبوا يموتوني، كم مرة حبوا يخلصوا مني، ما عرفوش. ليه؟ لأن هو ماشي معايا. أنقذت من فم الأسد وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني ملكوته. حافظينها الآية دي؟ احفظوها الآية دي، جميلة قوي. كل ما نحس بالراعي بتاعنا الصالح الأمين ده نقول له الكلمة دي في وقت تجربة، وقت شدة، وقت ضيقة، نقول له ده بولس داق وداود داق حسقية وأشعية داق وأباء كتير داقوا حوالينا وقبلينا ومعانا كلهم داقوا. داقوا إن هو راعي جميل جدا. أنقذت من فم الأسد وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني إيه؟ لملكوته. كل من اتضايق ولا نحس إن الدنيا بقت صعبة علينا ولا الخطية تقيلة علينا مش عارفين نخلص منها، ولا الناس بقى محاوطين علينا عايزين ينهشونا عايزين ياكلونا، نبص له كده احنا حملان وانت اللي قلت امشي وسط الاسود، انا مش خايف. ليه مش خايف؟ ليه؟ لانك انت معي. ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، واثق هتنقذني من فم الاسد وتخلصني لملكوتك. الشيطان ده قال عنه أسد زائر يجول، عمال يدور على واحد كده بعيد عن ربنا، أول ما يشوف واحد ساب ربنا يهجم عليه هجمة ما هي الأخيرة، عايز ياكله أكل. لكن لو صرخ وهو في بق الأسد ده، هو في إيدي الشيطان ده، يا رب نجيني
الأسد على طول يبعد عنه. انكسته من فم الأسد وسينجيني الرب من كل عمل رديء. ده إيماننا بالراعي الصالح بتاعنا اللي احنا ماشيين وراه، انه مهما يحصل فينا او معانا او بينا هينقذنا ويخلصنا لملكوته. مين فينا واثق بالحتة دي؟ هينقذني، هيخلصني. كتير من الناس الواعين في خطايا عندهم احباط، عندهم قلق، مش واثقين فيها. وكتير مننا بقت نغمة جديدة في الكنيسة بتاعتنا الجميلة دي في حياة الزيجة، يقولك نطلق. ايه يا عم، ايه يا ست، مش مستحمل. مال راح فين البذل؟ راح فين اضع نفسي عن الاخر؟ راح فين اللي انا ابذل نفسي عن الاخر؟ واحنا مش ماشيين ولا الراعي بتاعنا ولا ايه؟ اول ما نسيب الراعي بتاعنا منستحملش، ولا عارفين نبذل، ولا عارفين نضع نفسينا عن الاخر، ولا نستحمل الطرف التاني، ولا نشيل هم اخواتنا، ولا نساعد بعضينا، ولا نعلم بعضينا. اسهل طريقه دلوقتي بقت نغمه جديده كده مش متعودين عليها، نطلق. انت يا عم انت بعدت عن الراعي ولا ايه؟ بعدت عن الراعي اللي بيبذل نفسه ويضع نفسه؟ خلاص نسيت، نسيت عمل من اجل ايه ومن اجلك ايه؟ وانت عشان تكه صغيره ولا خطيه صغيره ولا مشكله صغيره عايز تخلص بسرعه كده؟ كل واحد فينا عاش على الارض مثلا اقل، مثلا قولوا مثلا 40-50 سنة، مستحملني وعمال يطبطب عليا ويطيب الجرح اللي فيا، وعمال يقول طب زي بعض، استحملك، افوت لك، اعدي لك. واحنا مش قادرين نعدي ولا نسامح. ليه؟ عشان مش ماشيين ولا الراعي الحقيقي اللي هو قال عنه ايه؟ اضع نفسي عن خرافي، ابذل نفسي عن خرافي. تعالوا نتعلم من ربنا ازاي نبذل وازاي نضع، حط نفسينا مكان الاخر. رب يدينا ربنا، يدينا نعمه وبركه له المجد. تفضلوا.